شراء وبيع الأطعمة من العربات محببة للشعب المصري الذي يقضي أغلب أوقاته في الشارع، لهذا فإن فكرة شارع 306 اعتمدت على تقديم مأكولات متنوعة وشهية يصنعها شباب وفتيات، فكروا بعمل مشروعات صغيرة في شكل عربات لتقديم ما لذ وطاب لرواد الشارع. مراسلنا من القاهرة رمضان المطعني لديه المزيد. انا قبل ما اجي هنا شارع 306 كانت بتقابلنا مشاكل، كان معناش ترخيص، ما عندناش مرافق زي المية زي الكهرباء. مشهد لم يكن مألوفا في ذهن أحمد من ذي قبل، وهو الشاب الثلاثيني الذي مل من مطاردة مسؤول المحليات لعربته الأنيقة بحثا عن الاستقرار، وأخيرا وجد ضالة في شارع 306 الذي خصصته الحكومة المصرية للشباب. دلوقتي موضوع البحث عن وظيفة بتبقى حاجة تقليدية شوية، اللي هي شبه الروتين، فلما الواحد يفكر في حاجة مثلا ان هو يعمل بروجكت او مشروع ليه خاص بيه نفسه ليه هو، دي حاجة مش وحشة، دي حاجة كويسة، بل بالعكس ان هو اهم حاجة بس يدرس المشروع كويس ويعرف هو هيقدم ايه. 1000 متر مربع هي مساحة الشارع وهو خال من السيارات، ويضم مطاعم شبابية وعربات متنقلة للطعام والمشروبات ومشروعات صغيرة يدوية وتراثية، ويقع ضمن استثمارات صندوق تحيا مصر. هو ده الفرق بين المشروع وبين الباعة الجائرين أو الأماكن اللي هي فاتحة بشكل عشوائي في الشوارع. إن الدولة مثلا وفرت لنا هنا في أمن وفي رقابة وفي سيكيورتي وفي نظافة وفي كاميرات مراقبة. التشجيع جامد جدا، ويعني بيقولوا للناس اسعوا واحنا معاكم واحنا في ظهركم وهنساعدكم، خدوا الخطوه وما تخافوش. الشارع يتمتع بتصميم حضاري واطار قانوني يضمن الحفاظ على المظهر الجمالي والقضاء على العشوائيه، ويوفر مناطق للترفيه والنزهه للعائلات المصريه. فكره ان الموضوع اتنظم بقى في شارع محدد، بقى فيه تنوع، خلينا نتكلم بصراحه الاسعار كمان مختلفه عن ان انا هقعد في مطعم او هاكل في محل. النظافة، التنظيم في عملية الدفع. هنا لا مكان لاستخدام النقود، لكنك تتوجه لهذا الصندوق الخشبي ويتم إمدادك بالرصيد الكافي لهاتفك الجوال. العميل بيجي عندنا يديني الكاش، أنا ابتدي أفتح له حساب بيه على التليفون بتاعه. طول ما هو عنده حساب في التليفون بتاعه من عندنا يقدر يشتري أي حاجة من عن طريق الاستريت بالباقي بالفلوس اللي عنده. يهدف المشروع إلى خلق فرص عمل للشباب من الجنسين والتقليل من نسبة البطالة، خاصة وأن العربات يمكن دفع ثمنها بالتقسيط. من هنا طرق الشباب أول باب لمحاربة البطالة بتقنين أوضاعهم، ومن هنا تبنت الدولة أحلام الكثيرين بتجربة حققت نوعا من الاستقرار وفتحت آفاقا لشرائح عديدة من المجتمع. لأخبار الآن، رمضان المطعني، القاهرة.